انا عصمت. ورايا من هنا. اتفضلي. ثاني باب على الشمال. انا هسافر من غير ما اشوفك. ما كنتش هسمح لك. متأكد ان مفيش حد وراكي؟ ما تخافش، انا نفذت تعليماتك بالحرف الواحد. حبيبي يا عمر، لقيت المكان ده ازاي؟ ولاد الحلال كتير. جبت الباسبور؟ ايوه حبيبي اهو، حضرت الجواب. انا مسافره بكره. الساعه كام؟ الساعه 10. الجواب جاهز، بس كان في حاجة كده كنت عاوز ابعتها لصاحبي معاكي، حاجة هو بيحبها قوي. ايه هي؟ شوية بطارخ بلدي، ممكن؟ اخسى عليك يا عمر، انت بتسألني؟ اعذريني يا حبيبتي، غبي. ما تقولش كده، ده انا يا ريت اقدر احطك جوه قلبي واقفل عليك واخدك معايا. هتوحشني يا عمر، هتوحشني قوي يا عمر، هتوحشني قوي يا عمر. بعد اذنك يا حبيبتي هبعت حد بس يجيب البطارخ. مش هتاخر عليك. التشابه مش مظبوط يا سعد. حاول تاني. مش حكاية تحاول، التشابه لازم يبقى مظبوط 100%. مظبوط. جهاز التفجير على الساعة كام يا عمر؟ الطيارة هتقوم الساعة 10 الصبح. مظبوط على الساعة 11. اوكي. ده يعدي من أجهزة الأمن في المطار؟ كله بلاستيك، ما فيهوش ولا حتة معدن. كفايه الواحده من دول قد اللي استخدمهم درويش 3 مرات، ودول 12 صباع يا عمر، يعني صباع من دول وقنبله كده مش هنلحق. هي مش حبات هنا. ما ظنش.
اسف يا حبيبتي، اتاخرت عليكي؟ ايه يا اسمك؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا حسن؟ انت الظهر اخدتي بقى. الظهر كده. اعمل لك ليمون؟ لا مش داعي، انا اصلي لازم اروح دلوقتي حالا. ايوه بس انا لسه ما حضرتلكيش حاجه. معلش اصلي هحضر شنطي ويمكن اختي تكلمني. طيب على راحتك، انا بكره الصبح ابعت لك البطارخ والجواب على المطار. طيب ان شاء الله. التستر على متهم هارب جريمة. احنا بنحافظ على امن البلد في حالها. البلد دي مستهدفة يا هاني، في ناس كتير متربصين فيها وانت مش حاسة بحاجة ابدا. روقي انت ماشية في طريق غلط ومش دريانة باللي بيحصل وهتودي نفسك في داهية.